الحقوني 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 يا لهوي الحقوني. ايه في ايه؟ كرامه مالها كرامه؟ زي ما بيقولوا اديني بقدم عربون المحبه وطلعت قد كلمتي. انا الصراحه لما كلمتيني بعد مكالمه رمان الاولانيه انا اتخضيت وقلت الليله دي شكلها فيها عوأ وقلت روحي بلاش تروح. وايه اللي خلاك تروح؟ مكالمه رمانه التانيه. مش فاهم. اصل انت لما كلمتيني وتيجي خد بالك في كمين منصوب لك من براءه ورمانه دورتها في دماغي كده قلت لا لو في كمين يبقى منصوب منك انت وبراءه. قد كده بتثق في رمانه؟ والله الايام دي الواحد ما ثقش في النفس اللي طالع منه. ماشي يا فندينا اديني قدمت السبت وريني انت بقى الحد بتاعك عشان ارتاح. خدي بالك انا خرجت براءه من الحكايه دي عشان عارف انه مش هو المطلوب. عارف وقريب قوي هيوصلك مني رد ورد على عربونك. ماشي وانا خدت براءه على حجري زي ما اتفقنا ومستنيه بقيه الكلام. حلو استمري بقى في السكه دي وانا هقول لك بعدين تعملي ايه. ماشي يا فندينا. ولع يالا وانا مستنياك. ماشي مع السلامه. لسه برضه عنده ومش عايزه تيجي معايا؟ مش رايحه يا ابو سنه. انا مش فاهم بس انت قلبه ليه على الجوازه دي؟ دي مش جوازه يا اخويا دي اسمها جنازه. في ايه يا شو؟ في ان خميس بالجوازه دي ركب ودلدل رجليه على الكل واول واحد هياخد كتف هو حضرتك وانت فرحان لي وبتتقنتك وعايز تروح تزفه. انت باين عليك سكيرتي. ماشي خليك انت في النكد اللي انت فيه ده. هخليني يا اخويا. هو انا حاجه اعز من اللي مرميه جنبي دي ومحدش عبرها بكلمه؟ كرامه هو في غيرها؟ دي البت قلبها مكسور دمها سال هانت عليها روحها وابن اختك ولا هو هنا عايش لي الدور وفرحان لي وعامل لي فيها عريس تقولش كلبه واترمت. خلاص خلاص يا شوق ما عادش يجي منه. على رايك ولا هي اول اللي ترموا ولا اخر اللي هيترموا. خليك انت بس في اللي انت فيه ظبطي دماغك انا هروح الفرح اعمل دماغ عاليه قوي وهجيلك. هاتها جمال يا رب. Thank you.
كده يا بنتي؟ كنت هتروحي فطيس، مش حرام عليكي روحك؟ وإيه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع مداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه. ربنا خلق للبني آدم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه شربية؟ عاملة ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفة. طب اطلعي انت، انا هقعد معاها. ماشي. هنت عليكي روحك يا هبلة، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد اي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. انا هساعدك بس انتي لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا، وانا وحياد ده ولا يبقى على ذكر، لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, had to run from you. I'm in love with you. مبروك يا فندينا، ربنا يتم بخير. هيتم ان شاء الله. اشتهى لنا فندينا براءه. مبروك يا عروسه. ميرسي. قال لك يا فندينا. ايه؟ سامع بعافيه ولا ايه؟ على عزك يا فندينا. عادي. نوح مش ناوي يجيبها لبره يا حاجه. اطمن يا ابو سنه، اعلى ما في خيله يركبه. الخميس خلاص ركب الكل ودلد رجليه. معاك حق، هات يا جمال يا رب.
اهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنواصل مناقشه قضيتنا المهمه جدا الترامادول في مصر. اباء وامهات وشباب وناس جربوا وناس اقلعوا عن الترامادول وناس لسه عايزين يقلعوا نفسهم يتخلصوا من هذه المصيبه، هي ابتلاء كبير او كارثه كبيره. اعرف ازاي ان ابني او بنتي او فرد في الاسره وقع فريسه لادمان الترامادول؟ السادة المسؤولون، نظراً لما يتعرض له الشارع من غزو عاصف لأنواع مخدرات متعددة ومتنوعة تستهدف كل فئات الشعب وتعمل على تغييبه وحبسه في دائرة تيه مغلقة، فقد قررنا نحن فريق العمل بمكافحة المخدرات النزول إلى الشارع في حملات موسعة ومتوالية لضبط الأوكار والتجار والموزعين في كل شق في البلد، أملاً في تكوين حائط صد يعوق خطة انتشار تلك الأوبئة في الشارع واحتوائه والعمل على الوقاية منه، خاصة أنه لم يعد يصيب الشباب فقط إنما توسعت أنشطته وأصبح يصيب كل الأعمار من كل الفئات، ليقتلع جذور الثبات ويلقي بنا في بئر الغياب. الخطر لم يعد مجرد مخدر يصيب الواحد، إنما تجاوز تلك الحدود الضيقة إلى آفاق أوسع، وأصبح الخطر في كل بيت لاكتسابه شرعية الدواء ولصعوبة كشفه. إنه الترامادول، وباء العصر، ولأن الخطر لم يعد قاصراً على البيع والتعاطي، فإني ألتمس من سيادتكم الإذن بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتفتيش ومراقبة مجموعة من المشتبه فيهم لما يمثلونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين، وباعتبارهم منبع السوء، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، ضويا أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، والنوح السكرتي. براء النوح السكرتي، مقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوفة. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة يا شلوفة. الله فيك. معلم ابو شنب، الحكومه كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اخفى. حاضر يا معلم. خشب يا معلم، ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمايل يا رب. البيوت لها حرمه يا حضره الضابط. انا معايا امر بالتفتيش يا معلمه. وماله؟ بس بالاصول، مش تخشوا هجمه كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها. ثم ان راجل البيت مش موجود من اصله. ربنا يرجعه بالسلامه. انا هبعت له رساله بارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما انت عارف يا حضره الضابط ان صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بنصاص الليالي وهو مش موجود، وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجه يا فندم. مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتوا من ايدي برضه يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. في حياتك. انست وشرفت. ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى اما تاخد واجبك؟
ده انا حتى ذبحين النهارده. اصلي يا ابو سنه تلميذك يا معلمه. ما تدق يا وليه انت وهي. البيت ده لكون قتله يا حاج. بطل بقى غاغه فرغه. ما انت السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها دي. انت اللي خليتنا تقطي واتلجم ولساني يتكتب في حلقي قدام الخلق، وكل ده من ايه؟ من تحت راس عمايلك السودا. وانت يعني كنت عملت ايه يا حاج؟ ما انت سايبه مبرطع في الدنيا من ساعه ما خرج من السجن ومتريله وعامل مش شايفه، وبتدور على سكك عشان تتصالح معاه، ونسيت ابنك وطار ابنك. انا يا اجمل روحت شميت نفسي تحت رجلين بنت لعبت بيا الكوره وسلمتني ليه يا ابو العريف. هقتلها يا حاج، هقتلها وهقتله تاني يا براء. تاني تاني وتالت ومليون يا حاج. انا مش عايش في الدنيا دي غير عشان هو يموت. وفروا صوتكم العالي ده الخميس اللي خد منكم كل حاجه ولسه كمان جاي ياخد البيت. ايه ده؟ من امتى يا مطره بتتجسسي عليا انا وابني؟ من ساعة ما عصبكوا باظت يا معلم وصوتكوا عالي قوي والدنيا كلها سمعت ومش انا بس. قوليله قوليله يا مطرة، قوليله فوقيه خليه يفتكر اللي نسيه. محدش نسي يا براء عشان يفتكر، خصوصا المعلم. يمكن الدنيا كون لهيته شوية بس انا متأكدة انه منسيش. انا مش فاهم انتوا واقفين تحاسبوني كده ليه؟ انا اللي سلمتك للحكومة عشان خميس يخرجك ويعلم عليك ويخليك محبوس في البيت، عينك مكسوره مش قادر تشوف حد. انت اللي سلمت البيت يا براء زي البيت رمانه ما سلمتك الخميس. وحياه امها لكون مقطع من جسمها حته تقول مين كلاب السجن. ما تسيبش راس القفا او تقفش في ديلها، كده كده انت ميت ميت. غرضك ايه يا مطر؟ كسرتنا واحنا ماشيين من بيتنا مش هينا يا معلم. وحياتك عندي يا غاليه لو ده حصل لكون معلقه من رجليه على باب البيت ده بره. أنا مش خارج من البيت ده غير على انت بتعمل ايه يا خميس؟ الله، مش انا اللي منقيها؟ يبقى لازم اهتم بيها. اوعي تضيعيها، اوعي تضيعيها.
ده انا ملاقيها من وسط الف جوز. انا اول ما شفت الجزمه دي قدامي شفتك فيها. نعم. اقصد يعني لايقه على رجليكي. والله يا خميس انت ساعات بيبقى عليك حاجات صعبه تتفهم. بقول لك ايه بقى، احنا هنضيع اول ليله في شهر العسل في سين وجيم لحتى يبقى فال وحش ولا ايه؟ انت عارف يا خميس انا عايزه الف البلد دي حته حته بس من بدري. ما احنا هنلف هنلف، انما الليله دي في كلام تاني. ايوه صح، انت عارف يا خميس قصدي هو انت اخترت البلد دي ليه يا خميس؟ قضيها بقى راغي، ارغي في المرغي واحكي في المحكي واسحبي من رصيدك. الله، طب هو انت عايز ايه يعني؟ سلامتك يعني. الله يسلمك. احنا هنستهبل يا بنت كده، هنخش في وقت الذروه والزحمه، والزحمه هتبقى شديده قوي والشمس هتقور نفوخنا. خلاص خليك في حالك وبعيد عن الزحمه. طب ما ناخد جنب انا وانتي ونقضيها ونقول بسم الله. ليه بقى يا خميس؟ هو انت هتاكلني؟ اكلك ده ايه؟ انا هحلي. اجيب لكم منين؟ اجيب لكم منين؟ ايه بتاكلوا في قتة محلوله وما انتوش دارين؟ انت ايه هتتبطل على نعمة ربنا يا مغاوري؟ كل يوم هات هات هات، انا عايزك على بنك. هات ايه؟ كل ده عشان بقول لك عايزين كيلو فاكهه للعيال النهارده؟ النهارده كيلو فاكهه وامبارح كيلو بسبوسه، ايه؟ ما اللي جاي على قد اللي رايح. رايح على الهمام اللي انت بتبلبعه، على كل شويه برشمس اشكال وانواع لما خلاص لحد دماغك. يا نهارك اسود، انت هتتدخلي كمان في مزاجي؟ ما انا ببلبع البرشام عشان ما اشوفش خلقتك، اوعى. يا مغاوري حرام عليك يا اخويا، انا عايزاك تفوق، حرام عليك يا مغاوري. حرمت عليك عشتك. بقول لك ايه، تدفعي تاخدي عيالك وتغوري في 60 داهيه عشان انا لا طايق ولا طايق عيالك. شاير كل يوم على الحال ده ولا ايه؟ بطلي نكد بقى. بعدين يعني انا ما ضربتكيش بالنار عشان تقعدي تقوي كل الليله كده. عندك شو دعوه بيا؟ اصلا طايقه انا حر. حياتي عليها يا بشاير، ما تزعليش مني. يسلم تشد شعري وتمد ايدك عليا وتقول لي حقك عليا. بصراحة يا بشاير أنا أول ما شفت الشريط برج من نافوخي طار واتجننت. أنت يا بشاير أنت، وأنا كانش عرفني إنه بيه. أنا قلت لك إني باخده عشان السنين دي في الوقفة في المطبخ والجري ورا العيال وأمك. وهم، والله العظيم وهم يا بشاير، وفي الآخر مفيش أي حاجة. كيمياء كيمياء، وعارفة بيأثر على إيه؟ بيدمر المخ وبيفرتك الجهاز العصبي يا بشاير. إيه؟ راحت فين دماغك يا بشاير؟ طب ما أنت أخدته قبلي في اليوم اللي كنت فيه تمام، ولا أنت فاكرني مش عارفة؟ بشاير أقول لك بقى، بلاش نفتح، خلينا ندخل نتحسن. بشاير بشاير، هتقومي نقعد مع بعض شوية نرغي شوية. هي طالبة معايا رغي دلوقتي. طب بقول لك ايه؟ طب ما تاخد ربع كده عشان القعدة تحلى وبقى وتطيرني. ربع ربع. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. لا لا، ده احنا تحسننا كتير قوي. الحمد لله، شكرا على الورد. عجبك؟ ده عباد الشمس اللي بحبه. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصحى من النوم كده على الصبح يلاقي الورد اللي بيحبه. بس حضرتك عرفت منين ان انا بحب عباد الشمس؟ بصراحه انا ما عرفتش. مش فاهم. انا اتغششت. منين؟ غمض عينيك وهتعرف حالا. ادخل، فتح عينيك مريم.
ازيك يا شادي؟ ازيك يا مريم؟ صحيك يا شوق؟ مش جاي لي نوم. ايه اللي شاغل بالك؟ انت. انا؟ طب والله عيال بشرة خير. صعبان عليا، مستخسرك في اللي انت فيه. عايز تقول ايه يا شوق؟ بصراحة كده ما بقتش طايقة البيت ده ولا أي حد فيه. طب يا حبيبتي، ما احنا كده كده هنسيب البيت ده ونروح بيتنا. بيتنا؟ شلها يا بيتنا، قول بيت خميس، بيت الغندورة الجديدة، واحنا خدامين المعلم. يا شو، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ولا حاجة، كمل نومك. استني هنا، كمل نومي ده ايه؟ يعني انت حديف الطوبة وتقولي كمل نومك، في ايه؟ والنبي يا ابو سنة تسيبني في نفسي. ايه يا حبيبتي، ده الموضوع بقى عليه كبير بقى، مالك في ايه؟ الله لا يسيئك تبعد عني. وما انا لازم افهم، في حاجات ساعات الواحد لازم يسكت عنها، اسلم للكل. يا شو، ما تتكلمي في ايه؟ يعني لو اتكلمت هتصدقني حبيبتي؟ وانا من امتى بكذبك؟ انت بتلف وتدوري حوالين ايه؟ ما تقولي. اتفضل. ايه ده؟ عربون محبه من ابن اختك لاجل ما يوصل الود بينا ويدوس على شرفك بالجزمة. خميس، فاكر لما دخلت علينا وهو اتربك وقعد يهفلط بكلام مش مفهوم؟ كان جايب لي العقد ده وعايز يلف حوالين رقبتي. وسكتت ليه يا شوق؟ ما قلتش ليه الكلام ده في ساعتها؟ ما رضيتش اولع في البيت حريقه، قلت يا بنت اسكتي اكيد الموضوع هيعدي. لكن هو ما بيبطلش، كل ساعه بيحاول، كل الليله بيرمي بياضه، ولما زودها ما بقتش قادره خلاص استحمل. زودها يعني ايه؟ قرب منك؟ اخس عليك يا ابو سنة، ده انا شوق. خميس،
مالك يا بنت اليومين دول؟ نجمك بقى خفيف قوي. ده عين وصابتها يا حاجة والله. طب قربيني منها، أقرأ لها آيتين يحصنوها. ما تخافيش، دي الحاجة إيدها كلها بركة. روح اعملي لها كوباية تليو. حاضر. قربي مني، قربي مني علشان أحصنك. تعالي تعالي لما رقيك. لا إله إلا الله، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. بتبصلي كده ليه؟ خايفة مني؟ حد يخاف من ست عجزة من صابة في دراعها ومحبوسة في كرسي بعجل؟ تعال تعال اما رقيكي من وسوسة إبليس ومن التهيؤات اللي عندك. ربنا يكفينا شر المستخبي. تأثيرها على نوعية البضاعة اللي بنديها لكم، واضح ان التأثير ايجابي. اقصد يا باية ولسه في تطوير. I made it with my own hand. It still needs some improvement and I will be improvement more. لسه طورها تاني. And I will be improvement more. And how are you going to improve it افندينا؟ وناوي تطورها ازاي افندينا؟ ده الكاميرا حضرات اللي موجودة كلها في السوق، اما هندي اما صيني. الألماني ابن بلده شاحح، مع إن عليه طلب وطوابير ياما، وعلشان بقى الأصل الألماني ده يجيب لي ثمنه لازم الخلطة دي هي الحل، لازم أخلطه كده، وهنعمل منها البرشام كمان. The chemicals available in the market are either Chinese or Hindi. Original German chemicals are dimensioned while the diamond is diamond high. What do you need أفندينا؟ طلباتك أفندينا؟ بضاعة بيور، نعمل منها الخلطة والمكسب يتقسم بحق ربنا. Pure goods to make the blend and the share will be justly divided between us. المكسب يتقسم بحق ربنا. Fairly divided. But on one condition, you should open new and various markets. More you reach to new markets, more you will earn profits. بس بشرط تفتح أسواق جديدة ومناطق بيع مختلفة، على قد ما توسع على قد ما يكون نصيبك. اطمنوا، البضاعة اللي زي دي مش محتاجة ولا تتسوق ولا نفتح لها أسواق، هي هتسلك نفسها بنفسها وسط الجرمة اللي احنا عايشين فيه. الناس مش طايقة نفسها، مش عايزين يفوقوا عشان ما يشوفوش اللي بيحصل حواليهم. احنا بقى هنقدم لهم الخدمة الإنسانية دي. Don't worry, this type doesn't need any publicity. It's widely spread everywhere. People are started with drugs. They don't want to wake up and see the world around, so we will make the service to make them live in another world. وقول لهم ان هنخلي الناس متكيفة على الاخر. And the people will be very high. Very. افندينا، opening new markets is very important. فتح الاسواق مهمة برضو افندينا. انا ابتديت فعلا وفتحت ابواب رزق لناس كتير. ادوني انتوا بس البضاعة وسيبوا لي انا المزاج. Very مزاج. I have already started and proved many with the chances to learn living. You just give me the goods and I will make the pleasure. Cheers to Afandina and to the magical blend. يتوب علينا ربنا. Cheers. Cheers to Afandina and the magical blend. المطره دي مهره وعايزه خيال صحيح. لم لسانك يا شفاع، الحيطان ليها وداء. ما شفنا فوخي بفك صليبه بنت الايه يا جدع. انت دي مرات المعلم، ما انتش حمل قلم لا من المعلم الكبير ولا من الصغير. لا كبير ولا صغير، ده عايز واد فاكك ومطقطق.
تكون جايب اولها من اخرها. وبعدها لك يا شفاعة، انت السيجاره دي لطشتك ولا ايه؟ دي هي اللي طولتش بلد مرة ايه؟ على السكين يا جدع. انت دي مرات المعلم. سلامات يا معلم. العيل كويركو ما يسدش، ده متجوزها تخليص حق. يجي فين هو في المعلم الغريب؟ الله يرحمه. وانت بقى الباب اللي هيسد؟ لما معاك مفتاح تخش. معاك مفتاحها؟ بجمع اليومين دول. انت مش فاكر لما شفناها في الحاره زنهارت واتكركبت وخدت في وشها ورجعت على طول؟ عادي يعني، ما كانش فيه اي حوار. انت بقى مش شايف، انا مش شايف ولسه هشوف يا ابو مخي بونيتيل. ماشي يا عم الشواف. ولع يا كده زي الهبل. انا اختي مش عارفه انت مستنيه ايه لما يتجوز عليكي الثالثه ولا الرابعه. تلاقيكي قاعده مستنيه لما يرميكي في الشارع بالهدمه اللي عليكي، وهو داير يتفسح لي ويقضي لي شهر العسل، وانت قاعده كده عماله تاكلي في نفسك لما بقيتي حته جلد على عظم. يا اختي تعملي اللي بتعمله اي ست علشان تحافظ على بيتها وجوزها، ان شاء الله حتى تنطي وتاكلي مصارينها. الخوف مش من العروسه، الخوف من اللي دايب على عتبتها يا هبلة رمانة الرقاصة. انتي نسيتي؟ هي دي اللي صحيح الخوف منها. انا لو منك اروح وابص يا اختي اشوف واتاكد، مش يمكن وهي تبقى ورقة في ايدك لما سي خميس يرجع تقومي ضربه له كرسي في الكلوب وننكد على العروسة ونخلص من الجوز. ده عنوانها ومكان شغلها، روحي وشوفيها وتأكدي ان كلامي مظبوط. اه يا اختي هتروحي لها وهتقفي في وشها وتقولي ابعدي عن جوزي يا وليا. يا هبله ده حقك، بس خدي بالك دي علمه، يعني تربيه حواري، يعني بتلعب بالبيضه والحجر، وانت خايبه وما بتعرفيش تنطقي. انا عايزاكي تقفي لها بعين وجباير وتهدديها عشان لما سي خميس يرجع تقوم هي تعيط له قوم ايه احنا نوز العروسه، قوم ايه نخلص من الجوز. انت عايزاني انا اروح معاكي؟ من عينيا الاتنين، انا بعمل كل ده محبه واخوه، بس اوعي تقولي لحد ان انا هروح معاكي ولا ان انا اللي جبت ده. ده انا طلع عيني كده اهو عشان اجيب لك قرارها. خدي بقى العنوان ده وخليه معاكي لغايه لما نبقى نروح، اتفقنا؟ الطقس ملبد بالغيوم واحتمال سقوط امطار، انما انا عارف ان العيال بتوع الارصاد دول في الكنافه، بيقولوا اي كنافه. والحقيقه ان الدنيا ربيع والجو بديع مقفول على كل المواضيع. يقفل 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 يقفل. انت جاي تهزر بقى ولا على بالك؟ الله، وانت جاي وراكي حاجه تانية يا حبيبتي؟ ما هو الراجل لازم يهزر في شهر العسل، وكل ست من حقها تنكد على جوزها لما يسيبها في شهر العسل. يا حبيبتي اي حاجه تتعوض الا ايام شهر العسل دي، مش ممكن. يا سلام، انت بتقول لي انا كده؟ قول لنفسك. طب اعتبرني قلت. خميس بطل برود، انا مجنونه وانا اموت في الجنان. ايه ده خميس؟ ما تستغزنيش يا حبيبتي، ده انا محضر لك ورديه فسح هبل ما تحلميش بيها. اسمها ورديه؟ اسمها بروجرام. بروجرام؟ مش دي سندوتشات؟ ما علينا، احنا نشيل الاول بس. يا خميس تعالي هنا. تعالي تعالي هنا. يا خميس تعالي هنا. الفرخه دي لازم تاكل. الحب هو الحل. البني ادم لما بيحب بيحس ان هو عايز يشب عشان يوصل لافضل صوره علشان حبيبته. وجود مريم في حياه شادي في الوقت ده هيخليه يتمسك بحياته اكتر ويستقبل العلاج، مش كده؟
طبعا كده. حاسك مش مقتنع. لا بالعكس، انا مقتنع جدا، لان ده اللي حصل لي من كام يوم. رجعت البيت لقيت بشاير بتعيط، حاولت اقرب منها واعتذر لها على اني مديت ايدي عليها. تعرفي اول ما قربت منها حسيتها قوي، وحسيت انها احساني جدا. كانت لاول مره تبقى مصدقاني قوي، سمعاني قوي. للاسف الشديد ان كل حاجه حوالينا النهارده بتتسابق علشان تحبطك، واول وسيله عشان الهدف ده ينجح هو ان الحب يتحول لكلام فارغ، لكماليات، شيء ملوش اساس، اي حاجه ضد الحب وخلاص. يا فكرتيني يا دكتوره، انا كنت قربت انسى خلاص. صدقني يا حضره الضابط، بلاش حكايه ضابط دي. صدقني يا اسر بيه، يمكن الحب هو اخر شباك مفتوح في الاوضه الضلمه اللي احنا مرميين فيها دي. ممكن. حاضر حاضر. يوب جنب الباب. مش ده بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انتي رمانة؟ انتوا مين؟ يا اختي مش تقولي اتفضلوا الاول بدل ما الكلام يتبعتر وتحصل مشاكل. بس انا مش فاهمه برضو، انتوا مين وعايزين مني ايه؟ انا مش مهم، لان انا وسطة خير. المهم تعرفي الست دي تبقى مين. كرامه مراتي خميس افندينا. انتي كرامه؟ كويس الحقي، دي طلعت مطلعة على العيلة كلها. بس أنا برضو مش فاهمة أنتوا عايزين مني إيه؟ أصل ولاد الحرام مخلوش لولاد الحلال حاجة، وجم وزوا في ودن الست الطهرة دي، وقالوا لها يا أختي إن جوزها بيجي يعط معاكي هنا ومن ورا ظهرها. جرى إيه يا حبيبتي؟ في إيه؟ مالك داخلة عليا بزعابيب مشير كده؟ يا وش يا وش، بالراحة كده عشان نعرف نعمل الواجب. الملف السعد يا اختي، انت هتضلي قاعده لي ساكته لي كده اهو، ما تقولي لها انت عايزه تقولي ايه، ما تعملي حاجه. ايه برد ده؟ انت لسه هتشاوري؟ اسكتي خالص. بتقول لك ابعدي عن جوزها احسن لك بدل ما هتجيبك بسنانها. واذا كنت يا اختي فرحانه بشويه الحلاوه والطول اللي انت فيهم، بكره تكشي وتقدادي. واذا كان على مزاجي خميس فده موزون على الشعره جوه بيته. لم روحك ولم تعبينك احسن لك، مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انت؟ يا اختي احسبيه زي ما تحسبيه. خير يا رزق، في ايه؟ الواد شفاعه مد دبقك ولابد لك في الدره. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحاره مثلا وشويه هفلطه فارغه كده. هو الواد عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي، تشكر يا رزق. انا النهارده بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت. انا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق، وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك، اي حاجه تعوزها اديني بس رنه وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي هو براء فين دلوقتي؟ واحد اتنين تلاته اربعه.
كلمة وبقولها أنا من هنا اللي عدينا اللي ردينا اللي عدينا اللي ردينا اتك 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 يلا على المسمار رمضان جلينا لا ودماغنا كمان تعبانا رمضان جلينا لا دماغنا كمان يا حلو كل نهارنا ابيض وبيتنا كل يا حلو صفا يا حلو كل نهارنا ابيض نهارنا ابيض مسمار صعيدة مرحب كل الصعيدة يا مرحب يا مرحب بالصعيدة بالصعيدة أنا قلت حلاقيك في المطار أرجع كمان البيت ملقاكش بجد؟ سفرية إيه دي؟ ماشي بس لازم تيجي الليلة باي يا حبيبي طب يلا قومي بقى جهزي نفسك عشان نروح على البيت ولما هو يرجع من السفر يبقى يجي لنا بقولك إيه يا خميس؟ ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل بيتك ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت انجزي بقى عايز اشوف الحاجه وحشتني اصلا انا حاجتي هتاخد وقت طويل شويه بليز يا خميس والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم ماشي ماشي يا بنت الباشا ماشي يا حبيبتي طب بقول لك ايه ايه ما تيجي خلطه جديده اعملها يا فندينا هرشها في السوق ويبدرها في كام يوم سرها مع ابو سنه السفريه دي عشان يجيب الاصل ويضربه هو هنا استاهل بقى اللي في الشنطه دي ولا الكلام ما ياكلش لا 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 ياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا الله يهنيك بس احنا مهمتنا الوطنيه للاجيال الجايه ان نعرف الطبخه دي بتتعمل فين وازاي عشان ما نضرش صحتهم خالص لا ده كلام تاني محتاج رؤى وروقان أحلى عيشة وأحلى رؤى وأحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران طب معلم أنت هتسيب له البيت مش كده؟ مؤاخذة معلم أنا بسألك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شوية وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة فكرتني ده انا محتاج يومين دول كل قرش لا لا ما انت هتعمل قرشينات ياما يا معلم امال ايه؟ لا احنا بس عشان اجي لك يا معلم هناك يعني ونقعد مع بعضينا ونروق الاناني ونذبح لنا طاووسين من دول هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى اكون عملت تحرياتي وجبت لك المفيد بس كله بتمنه وانا تحت امرك واعرف ازاي أقدر الرجالة نبقى متفقين يا معلم عارف يا معلم أجمل حاجة في المتر بدران إنه مش مالي بتعدهم يا بدران لا ده احنا نتعرف على بعض بس يا ترى عرفوك وحشتيني يا أم وحشتيني معلش اتأخرت عليك شوية عند الباشا على الله تكون اتوفقت
كده ولا الرحله جت بفايده؟ كله بفضل دعواتك يا حاج يا عسل. الحمد لله على السلامة يا فندينا. الخال الخال جبت لك اللعلب الذهبية. وحشني وحشني وكمان وحشني. تعال سلم يا شوق. الحمد لله على السلامة. يو ما تحب على ايد فندينا يا بنت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. إلا صحيح يا خميس، هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجة في البيت ده، وأي حاجة، ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده، ياه رفضوا تراب الكسرة على هدومكو اللي بنزلها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت أبو جمعة. زمن بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا والف لا يا خميس، وحياة دم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك، وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. متشعلقيش في الحبال الدايبة، اخرتها كسر نفس وقطم رقبة. ما صدقتنيش. انت بتتكلمي على ايه؟ عن حبيب القلب يا حبيبتي اللي طار واتجوز وهج من الحارة ورجع لاصله. بقولك ايه، ما تسيبيني في حالي والنبي. محلك ده يا بنتي اللي تعبني وقاهرني، انت مش شايفه شكلك عامل ازاي؟ لا بتاكلي ولا بتشربي، حتى كتبك كمان ما بقيتيش تذاكري فيها، وطول الوقت مش على قلي في البلكونه. انا عايزه افهم انت مستنيه ايه تاني؟ باخد نفسي يوم، بلاش اخده كمان، مستنيه شويه هوا يفتحوا صدري
وده يابو التلج اللي على قلبي. يا بنت المفروض الجوازه دي فوقك، مش تخليكي بالشكل ده. ده انت عودك لسه اخضر، ما شدش حل في الدنيا. عايزه تقطعيه بدري بدري ليه؟ ياه، وادي الاوضه سايبها لك كمان. انت يا بنت، انا بتكلم معاك يا بنت. انت يا بنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت سايباني يا بنت ورايحة على فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش بتكلم بالراحة يا جماعة، مش كده بتزعقوا ليه؟ مش عاجبها كلامي. يا مرحميني، هو أنت في حد مسلطك عليا؟ شايف البنت بتقول إيه؟ عيب بقى، عيب كده؟ الجيران كلها سامعة صوتكوا دلوقتي. ما أنت شايفه الشاب عامل إزاي؟ ده اتمعد بقى زي اللقمة. روحي اعملي لنا حاجة نشربها، روحي. تعالي يا نوفي، تعالي. تعالي عايزة في حاجة كده أكلمك كلمتين. اقعدي. اهدي. شوفي بقى يا بنتي. أنا بصريح العبارة بابا، أنا مش حامل النصايح ولا أنا قد مواعظ، أمي مكفياني من كل ده. بصراحة كده أمك خايفة عليكي. أمي مش حاسة بيا، أنا تعبانة مخنوقة، مش طايقة روحي ولا طايقة أي حد. حسوا بقى بيا شوية. صدقيني يا بنتي، أمك عندها حق. وبعدين حكاية جوازة خميس دي، خلصنا من جوازة خميس، سيبوني بقى في اللي أنا فيه. والله العظيم، والله العظيم قلبي بيقول لي ان البيت دي فيها حاجه. بنتك مجروحه يا ام فتنة، وقلبها مكسور. هي مالها عماله تقفل كده زي الدمنه؟ الكار ده يا علي ما هوش خميس ونوح وخلاص. الكار ده مافيا، مافيا كبيره قوي، ليها 1000 دراع ودراع، مداه في كل حته، وطايله بيه كل شبر في البلد. ولعبه السلم والتعبان اللي بين خميس ونوح دي وراها ناس كبار، كبار قوي يا علي، عشان ينقلوا ده من بيته لبيت ده، وده لبيته القديم. واحنا قاعدين في مكاتبنا هنا مش دريانين باي حاجه. يا فندم، يا فندم، ما احنا نجحنا في القبض على اوكار كتير. النيابه خرجت كام؟ وافرجت عن كام؟ ما ترد يا علي. يا علي، احنا كرجال امن دارسين وعارفين يعني ايه امن. مهم جدا يبقى عند المواطن العادي، عندهم حس امن عشان يساعدونا ونعرف نساعدهم. احنا مش انبياء يا علي، مش انبياء. عارف يا علي انا ليه حاسس بالفشل؟ عشان اكتشفت ان نص اللي قبضنا عليهم العيال الضريبه، الضحايا والغلابه، التجار الكبار طايحين في البلد، محدش مهتم بيهم، سايبينهم. حتى التجار اللي وصلنا لهم يا علي طلعوا في الاخر تجار سريحه وبير سلم. ادخل. لا مؤاخذة معالي الباشا. خير يا سيدي؟ في واحدة يا فندم عايزة تقابل سيادتك بره. ما قالتلكش اسمها ايه الواحدة دي؟ مش عايزة تتكلم يا فندم لما تخش لسيادتك. خليها تدخل. تحت امرك يا باشا.
يا باشا انا اول مره اشوف معاليك بالعصبيه دي. تعبت يا علي، تعبت خلاص ونفسي اتقطع. السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمه الله وبركاته. هو حضرتك مش فاكرني؟ انا مرات مغاوري. مرات مغاوري يا باشا. اهلا وسهلا. كنت عايزه حضرتك في كلمتين كده. طيب سيبنا لوحدنا دلوقتي يا علي. علي سيبنا لوحدنا دلوقتي. تحت امرك يا فندم. وابقى ابعت حاجه ساعه مع العسكري اللي على الباب. ملهوش لزوم يا باشا، ملهوش لزوم. انا عادي عادي، انا جايه اقول لحضرتك كلمتين وهمشي على طول. هو مش مغاوري في اجازه دلوقتي؟ مغاوري بايديا يا باشا وهيضيعنا معاه. الاحمر هي كمان يا باشا، يعني سعادتك فاهم يعني يا باشا ما عندهاش دم. تصدق يا باشا كل شويه طلبات طلبات طلبات. وبعدين يعني يا باشا حضرتك عارف البير وغطاه يعني يا باشا اكيد. الحكايه مش حكايه فلوس يا مغاوري. لذلك انت ومراتك ممكن تقضوها بالموجود، وممكن كمان تناموا نص بطن وتبوسوا ايديك ووش وظهر وتحمدوا ربنا وما تشيلوش هم بكره وترموا كل حمولكم على اللي خلقكم. لا اللي انا متاكد منه يا مغاوري ان في حاجه انت مخبيها عليا، صح؟ يا الولاد دي قالت لك ايه يا باشا بالظبط؟ ايه وليه دي؟ اسمها مراتك يا بني ادم، مراتك. اولا مراتك ما قالتليش حاجه. مراتك عارفه انك عاملني كبيرك، عشان كده كلمتني اجي اشوفك. اثبت لي بقى ان انا كبيرك بجد، فضفض لي. افتح لي قلبك. يا باشا فضفض واقول ايه بس؟ انت لسه بتضرب المدعوء ده؟ المشكله يا باشا ان ايه؟ سعره غلي ولا شاحح في السوق؟ يا ريت على كده وبس يا باشا. امال ايه؟ اقول ايه بس يا باشا؟ اولا سيبك من حكايه باشا دي بقى. مغاور انا بعاملك على انك اخويا. خد سيجاره. العفو يا باشا. امسك. تسلم ايدك يا باشا. ثانيا ما تخافش، مراتك خدت العيال وراحت عند اختها. بيني وبينك كده احسن عشان اعرف اخد ودي معاك في الكلام. افتح لي قلبك بقى يا مغاوري وقول لي على كل حاجه، ممكن اساعدك. عدت الحيله باشا وقرف الشغل لمؤاخذه يعني باشا. أسمة الوسط طول النهار هي اللي رمتني على الهباب ده، عشان يعني الواحد يعني يهدي المزاج يعني لمؤاخذه يعني يعمل الواجب يعني. بس حضرتك فاهم يعني يا باشا. واجب ايه؟ انت بتعمل واجب براني؟ مش انا بعمل جواني عشان اعمل براني. ما عادش بيجيب معاك نتيجه. ها الاول يا باشا كنت باخد ربع الحبايه ببقى حديد، دلوقتي باخد حبايه اتنين تلاته مفيش فايده. ميح الوليه لما بتبص لي بحس انها بتحتقرني، بتجنن او مقايم طايح فيها هي والعيال. حباية واثنين وتلاتة وميح. ميح يا باشا عشان تعرفوا آخرة اللي انتوا بتضربوه ده ايه. جاتكوا 60 نيلة. عال عال عال، التحاليل هايلة وكل اللي كنا خايفين منه مش موجود، بس انت لازم تتغذي كويس وما ترهقيش نفسك. والله يا دكتور ريقي نشف معايا، لا راضيه تاكل ولا راضيه تشرب. لا 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 جديدا لازم تاخدي بالك كويس قوي من قصه الاكل دي. تعالي يا بيسا. عيني خير؟ انا عايزه اطلب منك خدمه. يا خبر ابيض، ده انت تأمريني يا قبلتي. خميس وحشني موت وهتجنن واكلمه تاني يا ابله، هنعيده من الاول تاني. معلش عشان خاطر قبلتك، اول ما اقول لك تبقي تكلميه في التليفون وتقولي له اللي هقول لك عليه بالحرف. عيني حاضر، أمريني حبيبة. قابلتك أول ما شفته قلت ده اتعمل عشان يتلف حوالين الرقبة الزبدة دي. يا ابن الإيه، بتعرف تاكلني كده إزاي؟ بعدين مش قلنا بقى محدش يحس بحاجة؟ ما دي الحصان واقف، حد يشوفنا يسمع حاجة مش طالبة وش. ما أنت اللي بتقول كلام يدوخ يخلي الواحدة مش حاسة هي فين. تنجزي بقى، انا عايزك تنجزي في الحوار بتاعنا ونخلص عشان نخلع من هنا.
وحياتك اللي هجيبها لك خالصه مخلصه. يتوب عليك يا ربنا. ويتوب عليك. شو الخال جيت في وقتك. جيت في وقتك يا خال اهو. يلا اساليه اساليه اللي كنت بتساليه لي من شويه قبل ما يجي، ولا انت هتيجي من وراه تقولي وتيجي قدامه بقى؟ يلا قولي له. اساله على ايه؟ على ايه؟ اللي كنت بتسأليني عليه من شويه. اخ منكم، اخ منكم، يتوب عليكم ربنا. بالاذن يا خال. اتفضل يا اخويا. يا شو كنت عايز اسال على ايه؟ تعالى عايزك في موضوع مهم. عارفه يا وليه، محدش بيظبط لي القهوه الا انت، عشان كده انا باقيه عليكي. يبارك لك يا حاجه، قهوة حاجه بناكل منها عيش وخلاص. ارزاق ومقسمها ربنا، ما هو لازم يكون لك فايده، ولا عايزه تعيشي سفلقه؟ يو يا حاجه، يا فرقه معاك ده، انت ام الكرم كله. ايه مالك دبلانه كده؟ حاسه انك عايزه ترجعي يعني نبارك؟ الظهر يا حاجة الكوابيس رجعت لها من تاني. ابقي اضغطي كويس ولا قللي في الأكل. شرابية؟ نعم يا حاج. قومي اعملي لها ليمونات. حاضر يا حاج. تعال اقعد. ها قولي لي شفتي ايه؟ ابوكي تاني؟ سيبي عظم التربه مطرحه، ما تنبشيش القبور، خليه مدفون باللي فيه. بشاير يا بشاير، فين البرشام بتاع الصداع؟ عندك في درج الكومودين. بشاير، انت يا بشاير! ايه في ايه؟ مالك بتزعقلي؟ ايه ده ست هان؟ ده برشام. برشام؟ تعال. مش عارفه ايه ده؟ ده ترامادول، مخدرات يا ست هان، مخدرات في بيتها. نهار ابوك اسود، نهار ابوك اسود، ترامادول في بيتي والمصعب معروف انها مخدرات. امال فاكراه ايه؟ ملبس ولا حلاوه المولد؟ قالوا لي انه مسكن بيخفف الالم. الم؟ وانت لسه شفتي الم؟ ده انا هخلي كل حته في جسمك تقول جاي من الالم. وجبتيه منين يا بنت؟ نادي جارتنا هي اللي اديتهولي، قالت لي انه بيسند في وقفة المطبخ والجري ورا العيال طول اليوم، ولقيته نافع علي. تاخديه بالك كتير؟ هو انا فاكره،
انا بقيت عارفه راسي من رجلي. انا خلاص تعبت وتعبت عيني وتقطع وسطي. اخرتها ضرب ومرمطه وقله قيمه. كل ده عشان خاطر حته من الشمع خدتها عشان تسند طولي في القرف اللي انا فيه النهارده. رمانة موجودة؟ باشا أنا قدامك أهو. إيه الحلاوة دي؟ إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده يا رمانة؟ مفيش يعني اصلا انا كنت الله مالك متخشبه كده ما تيجي تقعدي. لابسه كده ليه يا رمانة؟ كنت رايحه تزوري حد من اهلك ولا ايه؟ حسب علمي ان انت مقطوعه من شجره وما لكيش اهل خالص. كنت رايحه فين؟ لا خالص اصلا يا باشا كنت رايحه اوفي نادر. بيوفيه بعدين. هو في ايه يا باشا؟ مفيش. هفتي عليا وعارف انك مش رايحه الكباريه. قلت اجي انا. انت لسه ما عملتيش كاس لغايه دلوقتي ليه؟ ده حتى بيقولوا اكرام الضيف ساقيه. ولا نسيتي؟ لا خالص ابدا. حاضر عينيا. لحظه واحده. المكالمة دلوقتي رمانة يلا بقى ما تيجي. ايوه حاضر جاي حاضر. خلاص هفهمك بعدين. اقفلي دلوقتي. يلا سلام. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بومبا يعني؟ بقولك ايه؟ انا ما عجبنيش الكلام ده. فهميها كده. انا ما حدش يقدر عليا. فهميها انها تنجز. انا مش هستنى كتير. سلام يا اختي. رزق وادي رزق. اؤمر يا معلم. عملية النهارده في شنك. سك على اللي عندك. يعني في وضها ولا على رنة منك؟ على رنة يا ايوز. خدامك. انت عارفة يا رمانة أنا ماليش في الغصب. كل حاجة عندي كيف ومزاج. بس بمزاج أنا يا باشا. ومزاجي قال لي إن أنا أجيلك لغاية هنا النهاردة. أنت نورت بيتك ومطرحك. ده كله من خيرك. إحنا نقيد لك صوابعنا العشرة شمع. الله على نقيد لك دي. الله أموت في البلدي. أنت عارفة البنت اللي اسمها بوسي مجتهدة قوي. هتموت وتاخد مطرحك في كباريه بس كئيبه.